في الأثناء تتواصل جهود مصر المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين، فضلا عن استقبال مطار العريش العديدة من المساعدات الدولية. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. ربما لدينا اليوم عدة نقاط هامة متعلقة بمشهد المساعدات والدعم للأشقاء الفلسطينيين. النقطة الأولى المتعلقة بقرار مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار، بالتأكيد له علاقة مباشرة بدخول المساعدات، لأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مزيد دخول من المساعدات وتحرك عدد الشاحنات الكبيرة المصطفى سواء في العريش أو رفح لقطاع غزة عبر معبر رفح، لأنه لا مفر من الطرق البرية لدخول شاحنات المساعدات الكبيرة. نتحدث عن حركة الشاحنات اليوم، دخول 120 شاحنة لمنفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 80 شاحنة لمنفذ العجة، بالإضافة إلى شاحنات الوقود. على الجانب الآخر، المسار الجوي في مطار العريش، نتحدث عن أن مطار العريش استقبل اليوم ثلاث طائرات، طائرتين من الجزائر، الطائرة الأولى على متنها 24 طن من المواد الغذائية، والثانية أيضا 23 طن من المواد الغذائية، ثم طائرة من الإمارات على متنها 38 طن للإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بالمجهودات التي تتم، مجلس القبائل والعائلات المصرية أعلن أنه سيتم تنظيم إفطار جماعي في 19 من رمضان الجاري يوم الجمعة القادمة على شاطئ العريش بطول 8 كيلومترات، ولكن ستكون مائدة إفطار بدون طعام، وسيتم تخصيص الوجبات في هذا اليوم لإرسالها إلى قطاع غزة. سيتم إرسال 100,000 وجبة إلى قطاع غزة. أخيرا اليوم كنا نستمع إلى إحدى الأمهات الفلسطينيات التي وصلت إلى مدينة العريش، وهي تتحدث عن صعوبة الأوضاع هناك، وأن الاحتلال الإسرائيلي قضى على كل شيء هناك، استهدف وقصف المستشفيات وأيضا المدارس، وقضى على الأخضر واليابس داخل قطاع غزة. فبالتأكيد الحاجة اليوم والآمال معلقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش ومعبر رفح. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.